اشنا هي الدي اكسين؟ السلام عليكم، انا عبد اللطيف قائد بشركه دي اكسين. هذا اكثر سؤال كيطرح علينا من الناس اللي باغيين يدخلوا معنا اول مره، ولا من الناس اللي داخلين، الناس جداد، هي اشنا هي دي اكسين وعلاش دي اكسين. اول حاجه اللي خصنا نعرفوها هي تاريخ ديال الشركه، باش نعرفوا اننا مع واحد الشركه اللي هي عملاقه، واحد الشركه اللي هي كبيره، واحد الشركه اللي قديمه ماشي جديده. 1993 الانطلاقه الاولى ديال التاسيس ديال شركه دي اكسين ماليزيا، يعني شركه ماليزيا تاسست سنه 1993، وحنا في 2023، يعني 30 سنه من العمر ديال الشركه، 30 سنه من العمل، 30 سنه من الخبره، 30 سنه من التجربه، 30 سنه من العطاء، 30 سنه من تحقيق الاحلام ديال واحد العدد كثير ديال الناس في مختلف بلدان العالم. غادي ندوزو الانتشار ديال الشركه اللي انتشرت في هاد 30 سنه في ازيد من 180 دوله في العالم، يعني البلدان ديال العالم. هذا الانتشار ديال الشركه اما المنتوجات ديالها فكيتباعوا في اكثر من 200 دوله في العالم، لان كاينين بلدان اخرى اللي باقي ما فيهمش فروع رسميه، كما بحال عندنا في المغرب الحمد لله عندنا فرع رسمي للشركه، وكاينين فروع اخرى يعني في مختلف مدن المغرب. يعني كاينين بلدان اخرى اللي ما فيهمش فروع ديال الشركه، ولكن فيهم منتوجات ديال الشركه كيتباعوا فيها. يعني ازيد من 180 دوله منتشره فيها دي اكسين، يعني العالم كله كيعرف الشركه. ولهنا عطي اخذنا الشعار ديالها اللي هي الشركه التي لا تغيب عنها الشمس. الا قلنا علاش هذا الشعار ديال الشركه، لان مختلف بلدان العالم كما كنعرفوا ان الشمس كتشرق عندنا حنا وكتغرب عند الدول الاخرين، ولا كتغرب عندنا حنا وكتشرق عند الناس الاخرين، لان كاين اختلاف ديال الساعات، كاين اختلاف ديال الزمان، لان كذلك لان الشركه كاينه في افريقيا، كاينه في الشرق الاوسط، كاينه في امريكا، كاينه في دول اوروبا، كاينه في جميع بلدان العالم. لذلك كنقولوا عليها لا تغيب عن الشمس. حنا كننعسوا الناس الاخرين خدامين في شركه ديال دي اكسين. وصل العدد ديال الاعضاء ديال دي اكسين بحالي انا، بحال الناس اللي داخلين اللي تسجلوا، ازيد من 16 مليون عضو، ازيد من 16 مليون عضو. هذه تقريبا من الشهر، تقريبا من الشهر 6 ولا الشهر 7 تقريبا، على ما اظن انهم عطاونا هذه الاحصائيات. يعني دابا راه واصلين، يقدر يوصلوا 16 مليون ونص ولا 17 مليون عضو. المهم غادي نقولوا حنا 16 مليون عضو، بقيتي غير انت ولا انت اللي كتفرجي في هذا الفيديو، باقي ما درتيش العضويه ديالك في دي اكسين. بالمناسبه ان العضويه والتسجيل والانخراط في دي اكسين فابور، ما كنخلصوا عليهم والو، فقط تكون عندك لاكارت ناسيونال ديالك، وتكون مع عمرك ما تسجلتي في شركه ديال دي اكسين. فمرحبا بك، ها النمره ديال الواتساب ديالي كتبان لك على الشاشه، غادي تلقاها كذلك اسفل هذا الفيديو، غادي تلقى رابط ديال التسجيل الا بغيتي تسجل راسك. ما قدرتيش تواصل معايا في النمره، بس في النمره ديال الواتساب اللي غتلقى اسفل الفيديو، باش ندير لك العضويه ديالك. شنو كاين في الدي اكسين؟ شنو كديروا في الدي اكسين؟ شنو كتبيعوا في الدي اكسين؟ كيفاش غادي نخدم حتى انا في الدي اكسين؟ فالشركه عندنا مكملات غذائيه طبيعيه بحال الفطر الريشي، الارجو الجائل، بحال سبيرولينا اللي غنيه يعني التعريف لكل شيء كيعرفها، بحال عصير مورينزي. هادو مكملات غذائيه طبيعيه عضويه عند شركه دي اكسين. غادي نهضروا عليهم شويه، غادي نهضروا على الفوائد ديالهم، علاش اصلا دايره الشركه هاد المكملات الغذائيه، لان كنعرفوا ان الصحه ديالنا يعني تبدل النظام الغذائي ولا النمط الغذائي ديال واحد العدد كثير ديال الناس في العالم، ماشي غير في المغرب. لذلك جات الشركه ديال دي اكسين باش تغير لنا ذاك النظام ديال ولا ديال النمط العيش ولا النمط الغذائي ديالنا. كانت الفكره ديالها هي انها تغير هذا الشيء اللي كناكلوا اللي كتشوفونا اللي كل شيء، كما الا شفنا مثلا، الا شفنا مثلا خزو مثلا، ولا شفنا هذا اللحم راه ما كنلقاوش طبيعي كما كنا كناكلوه شحال هذه، ما بقاتش عنده البنه وكل شيء، راه معترف بهذا الشيء. كل شيء عرفوا، كنلقاو الليمون ماشي في الوقت ديالو، كنلقاو الخوخ ماشي الوقت ديالو، كنلقاو في الدلاح ماشي الوقت ديالو، كدوز شهرين ثلاث شهور اربع شهور باقي الدلاح كيدور. باش كيديروه؟ كيديروه بالدواء، كيديروا السرعه النمو ولا السرعه ديال الانتاج، واخا كناكلو كناكلو غير ادويه كيماويه، ادويه باش كينتجوا هذا الشيء. بالنسبه لهاد الادويه، عفوا هاد الادويه هما اللي كيسببوا واحد العدد كثير 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 ديال الامراض، تا ولينا كنسمعوا بعض الامراض اللي ما عمر ما كانش عندهم تسميه في التاريخ، اللي الطب كيوحل باش يسميهم ولا باش يشخصهم ولا باش يلقاهم بسبب اش؟
بسبب هذا الشيء اللي كان ناكله، بسبب الماكله ديال الزنقه، بسبب الماء الملوث اللي كان دخلو، بسبب الماء ديال الروبيني اللي كان دخلوه، واش نقي واش ما نقيش، واش مصفي واش ما مصفيش، بسبب واحد العاد واحد العامل اخر اللي هو عامل خايب بزاف، اللي هو عامل ديال القلق ديال الاعصاب ديال التوتر، لكل شيء معصب كل شيء مقلق. دابا هذا الشيء كيسبب واحد العدد كثير ديال الامراض، وهنا جات الفكره ديال دي اكسين باش انها تغير لنا هذا النمط ديالنا، وباش تنقي لنا الجسم ديالنا وترجع ليه التوازن الطبيعي ديالو. لذلك كننصح اي واحد عنده شي مرض، اي واحد عنده شي حاله، اي واحد كيحس بالقلق، اي واحد باغي يحافظ على الصحه ديالو باش تكون صحه متوازنه صحه عاديه، يستعمل هذه المكملات. وعندك الكود ديال العضويه ديالك غادي تاخذهم بثمن قل اللي كيوصل ما بين 15% حتى 40% من الثمن ديال الشركه. غنعطيكم مثال، سبيرولينا 213 درهم الثمن ديالي انا كعضو في الشركه، ولكن انت ما مسجلش ولا انت ما مسجلش ما عندكش داك العضو اللي اصلا غديري غير فابور، غادي تاخذيها 295 درهم، يعني تقريبا 83 درهم ديال الفرق. وما ننصحكش انك تاخذيها الا عند الفروع الرسميه ديال الشركه اللي كاينين في العيون، كاين في اكادير، كاين في اولاد تيمه، كاين في تالودان، كاين في مراكش، كاين في جديده، كاين في برشيد، كاين في كازا، كاينين ثلاثه في كازا عفوا، كاين في المحمديه، كاين في تماره، كاين في الرباط، كاين في فاس، كاين في مكناس، كاين في تطوان، كاين في طنجه. طنجه كذلك فيها جوج ديال الفروع، كاين في الحسيمه، ربما هادو هما الفروع اللي كاينين، كاين في وجده، ربما هادو هما الفروع اللي كاينين ديال دي اكسين، هادو هما البلايص اللي غادي تاخذوا فيهم المنتوجات النقيه، المنتوجات الصحيحه والمنتوجات الحقيقيه ديال الشركه. بالنسبه لداك الشيء اللي كيتباع في مواقع التواصل الاجتماعي راه كلها منتوجات مقلده، ولا ننصح اي واحد باش ياخذهم. خذوهم عفاكم بالفاكتورات ديالكم، بالورقه ديالك، بالكود ديالك، راه الكود ديالك كنقولها لك راه فابور، النمره ديالي ديال الواتساب ها هي، غتلقاها كذلك اسفل الفيديو.